السلام عليكم، جبتكم ياك لاباس بخير، جبتكم مع الصحة هانيك بخير، نتمنى تعودوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم وصفة حصرية، يعني وصفة ديالي ما يقد يقلعها مني حد بلا منازع، وراه هي نتيجتها رهيبة رهيبة رهيبة. لو كنت تقدروا تشوفوا شعري منين درتها غادي تتصوروا رهيبة. يعني جربوها على حسابي ولا ضمانتي انا بعد هذا. يعني مهم بلا ما نكثر الكلام اللي هي نجربوها، ما كنبغيش نكثر بزاف، ولكن ها شوفوا عندي هون البيض، البيض ما عارفينه مزيان كيراتين. هاد الوصفه بعد نكملكم، هادي راه كيراتين ديال الشعر، يعني كيراتين كيرطب الشعر، كيعطي الشعر لمعان وحيويه. بين المكونات عندنا البيض، فيه البروتين، كتعرفوا الشعر ضروري البروتين، ملي كيكون ناقص البروتين كيعود باهت كيعود ضعيف. عندنا لافوكا حتى هي، ولي ما تحتاج نعاودلكم عليها، لافوكا فوائد ديالها الزغب. وعندي هون غنحتاج لهذا السيروم ديال او فيتامين او 4 قطرات، واللي ما عند واللي عنده الكبسولات يدير 3 الكبسولات. عندي هنا كاس ديال الماء باش غندير الخليط ديالي. عندي هنا زيت الزيتون رقدة فيه الثوم، والعنصر المفاجأة اللي ما غتوقعوش هو هذا، هادي لا كريم باتيسير، غبرة، هادي غبرة. انا جيت شو قالي مع هاد الوصفة، جيت نجرب واحد النهار ندير النشا، وتخلطت لي قرعة النشا مع هادي ديال كريم باتيسير بيه، دارها في قرعي كيف كيف، ومديت ما جبت. منين طيبتها راه عليا هذا عاد كريم باتيسير، صافي كنت ندير نتا نضيعها، ارا نديرها صافي. ملي في الدرجه اش غيوقع كاع لي كريم باتيسير قلت كناكلو حنا، يعني عادي راه ماشي شي ماده كيماويه خايبه. اصلا كيف تعرفوا كريم باتيسير كيصلح في الدار، راه كيصلح بالبيض والحليب والدقيق ولا النشا والزبده، يعني ما فيه شي حاجه اللي كيماويه. وجربتها خطيره، جات خطيره، ما كنظنش غتكونوا شفتوه في شي بلاصه، واخا تعيو ما تلودوا لي هاد الوصفه. هادي ابتكار ديالي هاد الوصفه، هادي وصفه ام هيثم للوصفات الصحراويه، غنكتب عليها. ان شاء الله تجربوها وغتعجبكم اكيد. انا المهم ما كثر عليكم كيف ما قلت لكم الكلام، انا دابا متحمسه لان كثر ما عجبتني متحمسه نشاركها معكم. غنجيب درك شي اناء وغادي ندير فيه الماء وندير فيه هاد النشا، وغنديرهم في البوطه الين يقاد داك ما عرفتش كريم باتيسير من يقاد، وغادي نرجع لكم باش ما نطول عليكم. غادي نمشي ندير هاد العمليه ونرجع. كتمشتو معايا انا هنا، غادي درت هاديك لاكريم باتيسير طابت، ها هي قادت طرق، شفتو درت معلقه كبيره مع كاس ديال الماء. شتي كيفاش كيجي؟ كيجي باهت، ما كيجيش اصفر بزاف لان ما فيهش حليب، الحليب هو اللي كيخليه يجي اصفر. غادي نكسر عليه طرق هاد البيضه، طاحت لي شي مكسره هون وفي راسكم على القشره مزيانه الشعر حتى هي، ولكن خاصها غير تعود جافه، تنشفوها وطحنوها. غادي ندير لكم وصفه عليها حتى هي كيف ما شفتوا. انا غادي نخلط لك هاد البيضه مع هاد الكريم، البيضه مع هذا سخون غادي العجله غادي تزيد عقاد. نجيب هاد لافوكا، هاي لقشرتها، الأفضل تشوفو لافوكا تعود طايبة، أنا هادي عندي شوية ماي طايبة قبالة. أنا غادي نستعمل هون الميكسور، واللي معندو ميكسور يدير هاد الخليط كامل من اللي طيب هاد الكريم باتيسير في الكاسرونة، يدير هاد الخليط في كبو في الكاس ديال مونينكس، يا كيعود يزيد عليه البيض وهاد لافوكا باش تخلطو مزيان. كرفرفتو لافوكا، الا ما خلطت مزيان ما كتطلق، خاصها تخلط مزيان تنعصر باش تخلط مزيان باش تنسجم مع الخليط.
غادي غنكسر هضرك شويه، غنعاود بالميكسور ضروري، المهم انا نخلي نكمل بالميكسور. وغادي نجيب هون نجيب محبي مشتو معايا هون، غندير 4 المعالق ديال زيت الزيتون، غندير 4، انا درت واحدة، وغنزيد كيف ما شفتوا معايا هنا، راه درت 3 معالق ديال زيت الزيتون اللي فيه الثوم، نقطه فيه الثوم راه طالق فيه الثوم مزيان، وغنزيد عليه هاهي الرابعه، يعني 4 كرشرات من الزيت اللي فيه الثوم. ما عاد عندكم بغيتو ديروا غير زيت عادي ديروا غير زيت عادي، اللي بغى الوصف بغى الطريقه ديال زيت الزيتون فيه الثوم غنحطو صندوق الوصف، نحط الرابط ديالو في صندوق الوصف. انا غادي نزيد دريك هذا الفيتامين او، شدت 4 القطرات، 4 القطرات من السيروم، والكبسولات 3 الكبسولات. انا غادي نجيب دابا الميكسور ديالي باش نخلط به هذا الخليط مزيان، كيف ما قلت لكم نتوما اللي ما عندوش ميكسور يدير في كاس ديال المويه، لان ضروري نخبط هذا الخليط مزيان. شفتوا معايا انا ها راه الخليط ديالي بعد ما خلطت هذا، انا غادي نستريك تخلط القوام ديالو كيفاش كيعود، هاد القوام دريك، هاد الماسك دريك كتشدو ديرو للشعر مع التسريح، يعني مشدو مزيان ديرو له هاد الخليط هذا، هاد الماسك هذا ونشطوه مزيان، نجبدوه مزيان ونجمعوه ونديرو له بلاستيك ولا داك البوني ديال الشعر، ونديرو له شي زيف نخلوه ساعة عاد نعود نغسلو شعرنا، وصالح للاستعمال سل الدراري الصغار من 3 سنين الفوق. بالنسبه للاخوات راه هذيك كريم باتيسير راه موجوده كتنباع عند الحوانت، هذه الغبره كدير باكيه صغيره بشي 6 دراهم حتى 7 دراهم على حسب كل حانوت وعندهم كيفاش، وكاينه ملي حتى عند دوك اللي كيبيعوا داكشي المواد ديال الحلوه تشري القد قياس اللي بغيتي، 2 دراهم درهم، المهم شوف على حسب داك اللي كيبيعها واش يقدر يعطيك غير درهم الا كنتي كتصارفي معاه، المهم بعد 2 دراهم كيعطوها كتنباع بالعبار. نتوما كاع اللي خفتو منها شروا هاديك العبار تخلوها غير الماسكات، ما ديروش سميتو تخلوها بحال هاد الماسك دابا ديال الشعر، نتوما وقت ما بغيتو ديروه تهزوها الا خفتو منها الماكله هاديك ديال العبار، انا كاين بزاف الناس ما كيقول لك هاديك ديال العبار ما عارفهاش عايده. المهم انا غادي نمشي ندير نطبق هاد الماسك دابا على شعري، كيف ما قلت لكم ساعه عنده ساعه هو في الشعر عاد تغسلوه، وغنزيد انتظروني ان شاء الله غنحط لكم وصفه ديال الحنه لتقويه الشعر، الناس اللي عندهم الشعر ضعيف اللي عندهم شعر رقيق زغبه ضعيفه، غادي ندير ماسك ديال الحنه اللي درتها انا المنتي، جربتها المنتي عاد المنتي زغبتها رقيقه، دابا في القرايه كانت في ما كان القرايه نصورها لكم ان شاء الله، ملي غندير الماسك غتكون هي، وغادي نوريكم الزغبه ديالها كيفاش رقيقه زغبتها، ولكن ملي بديت كندير لها هاد ماسك هذا ديال الحنه الخلطه، دابا درتها لها شي 5 المرات كل اسبوع كنديرها لها، جات غير صدفه هاد الخليط جا غير صدفه ودرتو لها نفعها، وغنشارك معكم ان شاء الله. زغب درت كتقوى، كانت زغب عاد رهيفه كنمشطو كيتلتوا وحده بلاصتو دريك، الحمد لله ماشي كينقص ما بقاش كيتلتوا بزاف. وغنطبق معكم هاد الوصفه ديال الحنه كيف ما قلت لكم حتى هي مع داك الاعشاب اللي غندير معاها، انتظروني ان شاء الله في هاد الوصفات كيف ما قلت لكم غنديرها هاد النهارات ان شاء الله. مرحبا بكم، وكيف ما كنقول لكم دائما الا عجبتكم الوصفه ديالي وعجبكم الفيديو ديالي ما تنسونيش من الاعجاب والتعاليق، كنرحب بكاع التعاليق الحمد لله السلبيه ولا الايجابيه، داك السلبيه حتى هي راه كتحفزك تزيد قلت لقدام، يعني واحد ما كدام كيعطيك شي تعليق يعني كيبغي يفيدك باش ديك المساله اللي ما عجبتوش باش مره ثانيه ما ديرها، يعني نصيحه. وكيف ما كنقول لكم اللي اول مره غادي يدخل عندي لاشين
اتابونا عندي، ضغطوا على ابوني وديروا جيم الى عجبكم هذا الفيديو، وخليكم في امان الله. انا غنمشي نطبق دابا الماسك ديالي ونرجع ان شاء الله، وما تندموش الا جربتوا هذه الوصفه، ما تندموش ان شاء الله. يلا خليكم في امان الله، ولا فيديو تاني ان شاء الله.